حياكم الله في استطلاع راي برنامج الظهيره. سؤالنا لليوم، شنو الشيء اللي ما تسمح للاخرين انه يتجاوزونه؟ نعرف اكثر من خلال ضيوفنا. تابعونا. شنو الشيء اللي ما تسمح للاخرين انه يتجاوزونه؟ او ان شاء الله يحييكم ومنورين، وعسى الله يوفقكم ان شاء الله ومن هالاعلى. في اعتقد ان كل انسان له امور صعب ان الواحد يقدر يتجاوزها او يسمح للاخرين يتجاوزها. مثلا في بعض المعتقدات الدينيه صعب ان تخلي الانسان ممكن يناقشك فيها او انه ممكن يتجاوز على قناعاتك. ايضا في الامور الخصوصيه، الامور الاسريه، انا اعتقد ان كل شخص حر في بيته، في اسرته، طريقه تربيته، ممكن التصرفات، طريقه تربيته لابنائه. فاعتقد ان هذه الامور الخصوصيه صعب ان اعتقد ان كل انسان له كيانه، فصعب ان نخلي الاخرين يتجاوزون عليها او ممكن يفرضون علينا بعض القرارات او يتحكمون في مشاعرنا او قوانيننا الداخليه في اسرنا. اهم شيء عدم التدخل في اي احد. نعم، يعني ما يجيني واحد يتدخل في اشياء خصوصيه، ما له شغل. انه يتدخل بحياتي الشخصيه، بس انه يكون حياتي الشخصيه مستقله، ما ابي احد يتدخل فيها. والله اعتقد مساحه الحريه الشخصيه، هذه اللي اعتقد انها خطوط حمراء، يعني غير كذي عادي، يعني في مجال يعني كل شيء. معاشي. معاشي. المعاش. المعاش ما حد يعرفه. ايه كلش. هذا كان استطلاعنا اليوم، نشوفكم ان شاء الله في استطلاع قادم. مع السلامه.